مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير. لا صوت يعلو فوق صوت انقطاع التيار الكهربائي في بيوتنا. النهاردة يوم عصيب على كل الأسر المصرية، مفيش كهرباء مفيش نور في بيوتنا. النهاردة هو اليوم الأصعب بدليل ان مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء قال النهاردة عندنا أكبر عجز كهرباء في تاريخ الوزارة، 6000 ميجا وات. يعني ايه الكلام ده باختصار؟ احنا استهلاكنا في حدود 28000 ميجا وات يوميا، ده الاستهلاك الشعب المصري، الشعب المصانع الى اخره. النهارده احنا عاملين عجز 6000، يعني انت بتتكلم فيما يقرب او ما يزيد عن ربع الكميه، عن 27%. النتيجه ايه اللي حصلت؟ ان مفيش نور النهارده في بيوتنا. امبارح اعتبرنا ان احنا لما نجيب فقره يبقى فيها مستشار وزير الكهرباء، متحدث رسمي بالكهرباء يدخل، هنستوضح الرؤيه ونعرف ايه، لكن اكتشفنا ان احنا شكلنا كده ان انقطاع النور في بيوتنا هيظل فقره ثابته في برنامجكم مساء الخير. النهارده كل ما اتكلم حد من الصبح لحد قبل ما ادخل الهوا بشويه الكل عمال يشتكي من انقطاع النور، انقطاع الكهرباء. الاول كان بيجي ساعه او يفصل ساعه، النهارده لا، النهارده بقيت من 8 الصبح ل 4 العصر ل 5 العصر. اوعى تفكر اللي بيحصل في القاهره الكبرى واللي حضرتك بتشتكي من انقطاع التيار الكهربائي فترات طويله، عايز اقول لحضرتك واحد زي من الاقاليم، لما تيجي تزور اهلك في الريف والاقاليم او تسال اصحابك في الصعيد هتلاقي النور مقطوع تقريبا طول اليوم. ايه الحل؟ الحل اللي احنا بنطالب فيه رئيس الحكومه شخصيا بصفته رئيس السلطه التنفيذيه يطلع على الناس يا باش مهندس محلب، الموضوع زاد عن حده. احنا مقدرين ظروف البلد، مقدرين عندنا ازمات بترول وبناخد مساعدات بترولية من السعودية والامارات والكويت، كل ده على عيننا وعلى راسنا، بس اطلع يا راجل يا طيب اشرح للناس، قول لهم احنا عندنا ازمة، كل اللي بناخده من الحكومة نص الحقيقة، وبناخد شوية اراء تستفز المواطن. لما انت بتحمل المواطن جزء كبير من المسؤولية، قال ايه اصل استهلاك المواطن عالي شويه. لا، عايز اقول لك حاجه بقى، بعد ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء احنا غصب عننا دلوقتي بقينا بنجري ورا عيالنا في البيوت علشان يطفوا الانوار، بقينا كلنا بنقعد، الله يرحم ايامك يا هشام قنديل، بقينا بنقعد دلوقتي كلنا في اوضه في مكان واحد علشان ما نستهلكش كهرباء اكتر علشان الفواتير. لازم وزير الكهرباء، لازم رئيس الحكومه يطلعوا هما الاثنين كده في مؤتمر صحفي يحترموا فيه الرأي العام، يحترموا فيه المواطن، يقولوا له ايه الاسباب الحقيقيه لاستمرار ازمه انقطاع الكهرباء في بيوتنا وايضا في مصانعنا. تقولوا لنا اسباب: واحد، عندنا ما فيش صيانه في المحطات، ماشي. اثنين، ما عندناش غاز او بترول يكفي هذه المحطات. ثلاثه، عندنا سرقه تيار كهربي. أربعة، محتاجين محطات جديدة. على عيني وعلى راسي كل الكلام ده اللي كل يوم عمال أقراه وأسمعه من المسؤولين شخصيا، بس في المقابل بعد أنت ما شخصت الحالة حلتها، إيه الحلول اللي أنت قدمتها؟ ما الحال هيستمر كده 5 سنين، كل يوم بروح للدكتور أقول له عندي مغص في بطني، يقول لي أيوه ده مغص موجود في الجهة اليمين، شكرا يا دكتور، إيه الحل؟ إيه الدواء؟ إيه العلاج؟ مفيش. هل النتيجة ان انت ترفع عليا اسعار الكهرباء علشان تقول خلاص انا هعمل تحرير لاسعار الطاقة والكهرباء اوصل للسعر العادل خلال 5 سنين؟ طب انا كمواطن انا ذنبي ايه؟ يا سيدي ابعد عننا حتى، بص ليه الغلابة. في سؤال مهم عايز اسأله للسيد رئيس الوزراء، مواطن غلبان في اقصى قرى الصعيد او الريف، عنده بيت من اوضة وصالة او اوضتين وصالة، مشغل لمبة وعنده مروحة، وإذا ربنا كرمه بتلاجة. السؤال: المواطن ده ليه يتقطع عليه النور؟ بقى ده قطع النور عليه يبقى تخفيف أحمال؟ حتى أساسا في قطع التيار الكهربائي يا راجل طيب مفيش عدالة. لابد من وجود مسؤول حكومي لا يقل عن رئيس الوزراء
يخرج على الناس ويحترم عقولهم ويقدم الأسباب اللي بتؤدي إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي ويقول لنا إيه هو الحل. الشعب هيحترم كل مسؤول يصرحه بالحقيقة، ما يقولوش أنصاف الحقائق. الشعب هيحترم المسؤول خاصة إذا كان رئيس وزراء، لو جه قال له أنا هحل المشكلة دي إزاي اديني وقت، إنما ما تقوليش بعد 5 سنين الدنيا هتفرق. وش ضمنك أنت كرئيس حكومة أو كوزير كهرباء إنك هتقعد في السلطة 5 سنين؟ يبقى كل وزير هيرحل على التاني. مش بهاجمك، والله ما بهاجمك، وعارف مسؤولية محطات الكهرباء دي فات عليها سنين من أيام مبارك، بس اطلع باللي رقنا بحاجة. خلوا بالكو ده وراه هيعمل مشاكل وبلاوي، مشاكل اجتماعية للصبح. راجل خارج من شغله طالع عينه في المواصلات بأسعارها الغالية، رايح البيت يشغل مروحة قاعد مع مراته وعياله النور قطع، خلاص بقى الدنيا باظت. ينزل بقى يدور على أي قهوة يقعد فيها، ولا في أي قعدات أسرية ولا اجتماعية ولا في تواصل بين الناس. قطع النور كمان في ظل شهر أغسطس اللي احنا فيه شديد الحرارة ده، الناس طهقانة أساسا، طهقانة. اطلعوا بلوا ريق الناس، اطلعوا اشرحوا للناس ايه الأسباب وإيه الحلول. أنا النهاردة فاتح تليفون البرنامج لكل حضراتكم، لكل السادة المشاهدين، ويا رب أنا عارف إن البرنامج ممكن وأنت بتتفرج ومظبط نفسك عليه تلاقي النور قطع، أو الكهرباء تكون مستقصدانا النهاردة فتقطع النور عن عموم الجمهورية علشان ما تخشوش تتواصلوا. تواصلوا معايا واشتكوا بأعلى صوتكم، خلوا السيسي يسمع، خلي محلب يسمع، خلي وزير الكهرباء يسمع. الأزمة لا ينبغي أن تستمر بهذا الشكل. ما عندناش مشكلة ان احنا نتحمل، بس قول لي ايه العلاج، قول لي ايه الحل، قول لي هيتحل امتى. خليني اخد اول اتصال تليفوني من محمد من اسكندريه. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لو سمحت احنا كده في اسكندريه عندنا، احنا في سوق تجاري، محل تجاري في المنشيه، بيقطع عندنا الكهرباء في فتره الصبح حوالي 3 ساعات. نعم. يجي بعد كده فتره المغرب يبتدي يقطع من المغرب لحد العشاء، يقعد بعد كده ساعة، وبعد كده يقطع تاني ساعة. امبارح كنت اجازة في البيت في العصافرة، اتقطع الكهرباء 7 مرات. 7 مرات؟ 7 مرات، المرة ما بتقلش عن ساعة. طيب ادي 7 ساعات عندي البيت متصل في المية بالنور، لان طبعا اللي بيطلع بموتور مية. ما ده عايزين نقوله برضو للسيد رئيس الوزراء، يبقى ما فيش لا ميه ولا نور، يبقى العيشه تبقى ازاي؟ اصحاب البيوت يا سياده رئيس الوزراء ويا سيدي يا وزير الكهرباء اللي قاعدين في الدور السادس السابع بيطلعوا الميه بموتور لما الكهرباء تقطع. يبقى اللي عايز يستحمى، اللي عايزه تطبخ، اللي عايزه تغسل هدومها، مش طريقه دي. يبقى لا ميه ولا نور، مش بنشتكي، والكل المطلوب حاجه واحده، اطلع قول لي ايه الازمه، هتحلها امتى، سنة كام، وبالتفاصيل، وكل اسبوع تطلع تقول لي حلنا كذا. رضوى، اتفضلي رضوى من الجيزة. اهلا يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. اتفضلي. انا بشكر حضرتك انك بتتكلم في مشكلة مهمة جدا، وكلنا بصراحة يعني بنعاني من الكهرباء في الوقت ده. انا الكهرباء، انا في منطقة المالوتية فيصل. انا الكهرباء بتقطع عندي يعني ساعتين وتيجي ساعة. وبعدين حتى الفترة اللي بتيجي فيها الكهرباء بتيجي مش مستقره، لدرجه ان الاجهزه عندنا بتبوظ بتعطل. يعني تالا وتوطى، يا لو يوطى، في تذبذب في الكهرباء. تذبذب التيار الكهربائي طبعا مبوظ اجهزه كتيره، تلاجات يعني تلاجات تلفزيونات الريسيفر. الراجل امبارح لما كان بيتكلم بتقطع الكهرباء بيقطع ميه كمان. نعم يعني ميه. نعم. وتليفونات كمان، التليفون يبقى كهرباء وميه طبعا، وداخل مع انترنت وخلاص. فاهم. اخد محمد من اسيوط، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم محمد بيه. سلام ورحمة الله. مع حضرتك محمد فتح الله يا فندم أسيوط. أهلا بحضرتك. احنا يا فندم، أنا حضرتك من قرية بسيطة تبع أسيوط، تبع مركز ديوث أسيوط. تمام؟ نفسنا نشوف الكهرباء يا فندم 3-4 ساعات في اليوم. تمام؟ هل حضرتك رئيس الوسادة رئيس الوزراء؟ هي بتقطع أكتر من كده عندك؟ يا فندم الكهرباء بشبه ما بتجيش عندنا، شبه ما بتجيش عندنا حضرتك. وأقول لحضرتك أنا اسمي محمد فتح الله، وقلت لحضرتك أسيوط وديروت وأمام المعروف. شبه ما بيجيش عندنا كهرباء يا فندم خالص خالص. حضرتك انا من قريه بسيطه، القريه دي عندي زي ما حضرتك قلت مروحه في البيت شغال الاولاد. هل من العدل يا فندم تقطع عني انا عشان بتاع المدينه اللي عنده تكييف يشغل التكييف يا فندم الكهرباء؟ نعم. يعني حضرتك لو انا، نعم. حضرتك يا فندم لو في عماره في اسيوط
تمام؟ اقل عماره فاصول فيها مش اقل من 17 18 تكييف اقل حاجه. العماره دي يا فندم بتشغل قريه زي القريه اللي انا قاعد فيها يا فندم. سامع سيد رئيس الوزراء، ما ده جزء بقى من صراع الطبقات بقى. انا راجل فقير عندي لمبه ومروحه، هبص للي عنده تكييف اقول بقى يبقى هو علشان هيشغل التكييف انا يتقطع النور عني فتره اطول. خليني اخد محمد من القليوبيه، اتفضل محمد. استاذ محمد، طيب انا عندي رسائل وبعتوا رسائلكم برضو على 9 11 سبعتين، واللي فيه ام كريم بتقول لي نفسي اعرف مبارك كان ممشيها ازاي. ما هو كان ممشيها بالغلط عشان احنا كده لبسنا في الحيطه. مين معايا من الشرقيه؟ مصطفى من الشرقيه، اتفضل يا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى قطع. في المقابل الحكومه قررت انها ترفع اسعار فواتير الكهرباء، وقالت ان الاسعار اللي بتجيلنا فواتير الكهرباء في البيوت قليله وانها مدعومه وانها تشيل الدعم خلال 5 سنين. طيب انت رفعتي اسعار الكهرباء، يعني خف علينا شويه. اميره من امبابة، اتفضلي اميره. اتفضلي وقف في التلفزيون. سلام ورحمه الله. انا دلوقتي النور عندي بيقطع اكتر من النهارده اكتر من 9 مرات. يعني كم مره يقطع واحنا في الدور السادس؟ يعني الميه بتطلع عندنا بالموتور كده كده. امال هو بيجي لك امتى يا امير؟ ميه ونور والثلاجات باظت والزيت، يعني الحاجه مش عارف. الاكل اللي جوه الثلاجه هو والاكل جوه الثلاجه ده قليل طبعا باظ. نعم نعم. طب قولي لي كده يا اميره، لو انت مع رئيس الوزراء هتقولي له ايه؟ هقول له يعني يشوف الناس ان الكهرباء، يعني الكهرباء الناس كلها بتتكلم عليه، الناس كلها بتتكلم على الكهرباء. يعني غلاوة الكهرباء وقلنا طيب لازم نساهم، ده بلدنا ولازم نساهم. نعم فيها. نعم لازم. لكن الكهرباء يعني يبقى كمان ان تتقطع بالشكل ده. طيب اخد حنان من اسكندريه وجاي لي رساله، وابعتوا رسائلكم على 9 11 سبعتين لو تليفون البرنامج مشغول، بيتقال لي فيها حرام والله اللي بيحصل ده، وانا بضم صوته لصوتك. حنان من اسكندريه. حنان مش معانا؟ طيب حنان مش معانا. نرجع تاني للموضوع، القصه باختصار شديد جدا، هنقبل من السيد رئيس الوزراء ان يطلع ويصارح الراي العام بالحقيقه مش نص الحقيقه، ما يحملش المسؤوليه بالكامل على المواطن، في المقابل مطلوب ايضا يقدم لنا حلول، تصوراته هنحلها ازاي؟ في حلول دايما لاي ازمات يا اخوانا عشان نبقى فاهمين، حلول بيسموها قصيره الاجل اللي هي تتعمل بسرعه في خلال شهور، وفي حلول طويله الاجل ان احنا نطلق المفاعل النووي في الضبعه لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقه النوويه بشكل سلمي. معايا مين من شبرا؟ محمد من شبرا، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. معاك حضرتك احنا عارفين ومقدرين قطع النور وكل شيء، بس اهم شيء لازم يوضحوا لنا السبب. انا من يومين والدي كان بيغسل كلى في الامريه واتقطع الكهرباء ساعتين والدم اتجلط في التوصيلات. نعم. فايه الحل؟ لازم يراعوا الحاجات دي كلها. نعم. احنا مع الدوله وبنراعي الكهرباء وبنراعي اللي حصل في السنين اللي فاتت، بس نرجو من المسؤولين ان يطلعوا يقولوا لنا السبب. لما انا دلوقتي الكهرباء قطعت من الساعة الصبح ساعة والعصر ساعة، وانقطعت من الساعة 7:30 ل10 لسه فاتحة لسه دلوقتي مع حضرتك بنكلم حضرتك. نعرف، عايزين نعرف ايه السبب. ما ده اللي احنا بنطالب بيه السيد رئيس الوزراء. واخد محمد من القليوبية وبعديه طارق من الغردقة. محمد اتفضل. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور حبيبي. حضرتك يعني جميع المثقفين، مش هقول لك الناس اللي بتتعلمها في اليوم، جميع المثقفين عايزين يعملوا يعني شبه اعتصام بسبب موضوع الكهرباء. يفيقوا الحدود، يفيقوا الحدود، ويطالبوا بعداله في التوزيع، لان يعني كل واحد ليه شقه في مدينه نصر، ليه شقه في مصر الجديده، وبيشوف مدى انقطاع الكهرباء في هذه المناطق مره او مرتين، مش بال 13 وال 12 مره في الساعه والساعتين. تقريبا ما بتجيش دلوقتي. ما بنلحقش الاطفال، مش عايز اقول لحضرتك كمية التعب اللي موجودة عند الأطفال الصغيرين. تعب النفس طبعا طبعا.
يعني ضلمه نفس الكلام برضه. احنا عايزين لان في حصل مناظره دلوقتي بيحصل، احنا عندنا ناس مياله ومتعاطفه مع الفئه الاخرى وحاجه عارفها، بنقعد مع بعض بنشوف ان هم ازاي بيقولوا اهوده لهذا موضوع انقطاع الكهرباء. ادي الناس شمتانين فينا. خليني اخد طارق من الغردقه، اتفضل يا استاذ طارق. معلش اتاخرنا عليك. مش مشكله، مساء الخير يا استاذ محمد. نور حضرتك، انا شايف كل الناس بتشتكي بتقول يعني الحكومه الحكومه الحكومه. طب انا رايي الحكومه هتعمل ايه؟ سياده الوزير بيطلع بيتكلم، رئيس الوزراء بيطلع بيتكلم، المجالس المحليه على مستوى المحافظات كلها هي دي المشكله، ما بيشتغلوش، ما بيرعوش ضميرهم. الادارات عندنا هنا في الكهرباء والكلام ده كله تروح تتحايل عليهم عشان يوصلوا يجوا يعملوا صيانه عشان ما نخشش في المشاكل دي، زائد ان احنا فاهمين احنا ظروفنا صعبه، لازم نتجاوب شويه، نستحمل شويه، ما فيش مشكله. بس برضو حضرتك تعليمات من سياده رئيس الوزراء من فضله للمجالس المحليه ينزلوا يشتغلوا. طب استاذ طارق، بتقطع عندك الكهرباء كم مره في الغردقه؟ العادي زي حضرتك زي جمهوريه اللي هو السبع والثمان مرات عادي لا ما بنوصلش المرحله دي، لان احنا مدينه سياحيه. ما بنوصلش، بس في بعض المناطق بتوصل لدي. بس هي الفكره كلها احنا لازم نشتغل، ما عندناش حل تاني غير يا سيدي موافقين نشتغل، بس يطلع رئيس الوزراء يقول ايه هو الحل وايدينا في ايه. ما انا بقول لحضرتك الحل، الاجهزه الاداريه حضرتك المحليات دي لازم حد يتابعها وتشتغل، ما بيشتغلوش تتابع. اشكرك استاذ طارق، بس عايز اقول لحضرتك امبارح كان معايا الدكتور حازم ياسين وكنا بنتناقش معاه، هو كطبيب عيون وبيعمل عمليات والنور بيتقطع، المستشفيات دلوقتي بقت شغاله بالمولدات الكهربائيه. اخد شيرين من القاهره، اتفضلي. ايوه محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. انا بشكرك ان انت مهتم بهموم الناس يعني، بس انا عايز اقول يعني هي الحكومه لما بتيجي تحصل مننا فواتير الكهرباء احنا بندفعها ولا ما بندفعهاش؟ بندفعها. دي اول حاجه. احنا مالناش ذنب، هم عندهم ايه بيعملوا ايه؟ دي مش مشكلتنا، مشكلتنا ان احنا عندنا اطفال وعندنا بيوت المفروض ان هي، وعندنا مستشفيات المفروض ان هي تشتغل بالكهرباء. هم يحلوها ازاي؟ دي مش بتاعتنا. لما الراجل بتاع النور يجي لي اول الشهر انا مش هدفع له فلوس. لا احنا عايزين ندفع، احنا ما بطالبش، لسه ما وصلناش لمرحله ان احنا نطالب الساده المواطنين ما يدفعوش فواتير الكهرباء، بس احنا بنحط المسؤوليه امام رئيس الحكومه. هم احنا لينا واجبات زي ما هم ليهم هو عندنا. احنا ما بنقصدش ان احنا ندفع لك فواتير الكهرباء، انتوا تصرفوا في اجهزتكم دي مش اجهزتنا احنا. حاضر شيرين. اخد عصام من اليوب. عصام مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. مساء الخير. اتفضل. هو حضرتك حرام اللي بيحصل لنا ده في موضوع الكهرباء. لان احنا بصراحه يعني ست ساعات النهارده ساعه الكهرباء بتيجي وساعه بتقطع، انا من شبين القناطر القليوبيه، ساعه الكهرباء بتيجي وساعه الكهرباء بتقطع. احنا بصراحه زهقنا، احنا طول النهار زهقنا حتى يعني من الحر، انا قاعد انا مش طايق نفسي، حرام كده. معاك حق. طيب محمود من المعادي. الو اتفضل يا استاذ محمود. استاذ محمد مساء الخير. اهلا محمود. شوف حضرتك، انا دلوقتي انا متابع استهلاكي الحمد لله شهر بشهر، استهلاكي ضعيف، ما عنديش تكييفات وكل حاجه، بس في حاجه دلوقتي دلوقتي بعد قطع النور دوت استهلاكنا في الفاتوره هيقل، فهو برده مش هيستفاد حاجه. في اتاوه على فاتوره الكهرباء اسمها 5 جنيه ولا 8 جنيه نظافه. نظافه دخلها دعم، ما تدخلها دعم للطاقه بدل ما هي رايحه للنظافه اللي احنا ما بنشوفهاش اصلا. ده الحل العقل، ده العقل السليم او احد الحلول يعني او الاقتراحات. احد الحلول. نعم. احد الحلول بدل ما احنا كمان يعني لا كهرباء بتقطع ولا نظافه بتتشال، طبعا ايه بقى الاتاوه اللي محطوطه على فاتوره الكهرباء؟ بشكرك. اخد مروان من الهرم. مروان. طيب يا استاذ مروان على بال ما تجهز. طب عايز اقرا بس عدد من الرسائل يا شباب. رأفت من مدينه نصر. رأفت. طيب مطلوب رسالة بتقول لي مطلوب قطع الكهرباء، ايه النور عندنا يجي ساعة ويقطع ساعة في طنطا ومش لاقي حد يرد علينا، ده ابراهيم الدسوقي. وفي رسالة ارجو من رئيس الوزراء يكلمنا من مكتبه والنور مقطوع، و لو عايز توفر كهرباء شوف كل واحد بياخد من العواميد سرقة واحنا بندفع 100 جنيه واكتر والسراقين لسه بيسرقوا الحرامية. السبب في هذه المشكلة ان بعض الناس بتسرق طيار كهربائي وبيعملوا تكييفات خارج العداد، لماذا لا يتم الاستعانة بالخبراء في الطاقة الشمسية بمصر لأنها غنية بشمسها؟
احنا ضربنا على قفانا التلاجة والغسالة باظوا، مين هيصلحه؟ ارفع قضية على رئيس الوزراء بصفتي طبعا وليس بشخصه، والمحكمة تقدير القضاء يحكم لك ان الحكومة تدي لك تمن الغسالة. اخد اشرف، تفضل. ايوه ايوه تفضل يا استاذ اشرف. حضرتك انا راجل عندي مصنع كرتون. الكهرباء والله العظيم يا استاذ العزيز انا بقالي يومين اثنين تقريبا ما طلعتش ب 50 جنيه منتج. الكهرباء بتيجي بتقطع ساعه وتيجي خمس دقائق، المكنه عشان تشتغل وعشان تطلع انتاج محتاجه على الاقل ساعه تسخين. في خلال نص ساعه اللي بتشتغلها التسخين الكهرباء بتقطع، لدرجه ان انا عندي العماله سابتني من كون ما بقاش معايا مرتبات استبدلها زمان. بتاع الكهرباء بيجي يقول لي يا اما تدفع كهرباء يا اما اقطع العداد. هل ده منطق؟ لا تعليق، تعليق عند السيد رئيس الوزراء. بولس من القاهره. مساء الخير يا استاذ محمد. اتفضل يا استاذ بولس. بنشكرك على هذا الموضوع الهام جدا جدا. يعني في الهم مشاركين مع بعض. انا عندي شيء من الحل، يمكن يبقى في حل يعني. اتفضل. ان احنا الكهرباء دي وكل قطاع الكهرباء ده يتاخد من الحكومه ويروح للمستثمرين من دلوقتي حالا. الحل ايه بسرعه؟ من دلوقتي حالا. يتصرف فيه المستثمر وهو اللي يعمل الفاتوره بتاعته. واخد بال حضرتك؟ يبقى ده استثمار. ناخد تاني كل الكلام ده كله من الحكومه، نشيله من على عائق الحكومه نهائيا، ويخش المستثمر يظبط يصلح يجيب غاز يجيب بنزين. عايزك تخلي الكهرباء قطاع خاص. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم، لان كده الموضوع كبير. طب بس انا عايز اقول الكهرباء امن قومي، ما ينفعش نسيبها في ايد القطاع الخاص. هي المشكله ببساطه، احنا عندنا محطات كهرباء بتشتغل بمواد بتروليه وعندنا استهلاك. محطات الكهرباء محتاجه صيانه ومحتاجه انشاء محطات جديده. الغاز والمواد البتروليه بعافيه، ما معناش فلوس نشتري من الشريك الاجنبي وبناخد مساعدات، واستهلاك زايد. ده محتاج قرارات عاجله. انا مش مسؤول، رئيس الحكومه هو المسؤول اللي جرى اختياره. ايضا في نفس الوقت في حلول تاخد لها كام سنه بس تتحل، يبقى عندنا حلول عاجله بسرعه وحلول اجله. الاجل قلنا مشروع الضبع النووي. اخد مروان من الهرم. الو. اتفضل يا استاذ مروان. مساء الخير يا فندم. اتفضل يا حبيبي. بص يا استاذ خير، دلوقتي احنا الكهرباء عندنا في الهرم تمام؟ في شارع عبد الوليد السياحي. بتقطع النهارده تقريبا من الساعة 2 الصبح لغاية الساعة لغاية دلوقتي، اللي هي دلوقتي تقريبا حوالي 19 إلا سنة. نعم. تمام؟ ففي كده قطعة مثلا فوق ال 12 ساعة. احنا عندنا اطفال وعندنا اكل في الثلاجات وعيشه، يعني مش عارفين نعيش من غير الكهرباء، ودي مده طويله. هي بقى لها كذا يوم بترفع مثلا 8 مرات في اليوم، كل مره ساعه. 9 مرات في اليوم، كل مره ساعه. النهارده هي قطعه متصل من 2 الظهر لغايه دلوقتي 10 ساعات. في حين مثلا الشارع اللي ورايا في كهرباء، الشارع اللي قدامي في كهرباء، يعني انا الخط بتاعنا احنا اللي قاطع متصل، الشوارع الثانيه. قول لي اسم الشارع ونبلغ عنه، قول لي اسم الشارع. انا مش عارف يعني. قول لي اسم الشارع اللي فيه كهرباء ازاي ده يا راجل؟ لازم نبلغ عنه دلوقتي. عايز اروح الشارع اللي ورايا ولا اللي قدامي؟ حاضر، صفاء من فيصل. والله نبدا نبص لبعض ونحسب بعض، مش في اللقمه، في اللمبه اللي منوره، تخيلوا ده بقى حالنا النهارده. اتفضلي صفاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا مش هشتكي من قطع الكهرباء اللي مصر كلها بتشتكي منها، لكن أنا هقول سبب من أسباب قطع الكهرباء. اللي هو؟ أنا بشوف قدامي العماير اللي بتتبني في السر طول الليل في فيصل، خلاص كلها غير مرخصة، ودي أكيد بتعمل أزمة في الكهرباء، لأن كل عمارة لا تقل عن 13 دور. خلاص وما عليهاش ترخيصات. تاني حاجة مساحة الشارع ما تستوعبش ان يكون فيها عماير بال 13 دور، وفي النهايه كلها مليانه تكييفات، ده كله ضغط على الكهرباء. انا بطلب من الوزير ان هو يحط رقابه على العماير اللي بقت تتبني في السر، من بقى لها 3 سنين من ساعه الثوره بتتبني كل العماير بالليل، ويصحى الصبح تلاقي الدنيا وصلت لحاجه ثانيه. انا بشكرك. اخد كريم من الجيزه. الخير. مساء النور استاذ كريم، اتفضل. انا حاليا بكلم حضرتك والنور قاطع اصلا، فيعني بس استخريه القدر في الموضوع. بس ما اطولش على حضرتك، بس انا اسال سؤال، هو ليه انا شايف ان مثلا كان في قرار من الحكومه، يعني انا اقول خلاص المواطن بقى بيرشد في الاستهلاك والكلام ده كله، بس انا اسال سؤال بس واحد، هو ليه في مثلا محل بتاع هدوم او محل بتاع عربيات بيفضل فاتح لحد الساعه 2 و3 الصبح،
بس يعني سؤال بس يعني حد يرد عليا يعني. حاضر اقرا بس كم رساله بسرعه. عمر من الاقصر بيشتكي من انقطاع الكهرباء. انا قعدت في الساحل شهر والنور ما قطعش هناك ولا مره، والكافيهات والتكييفات شغاله للفجر. اشمعنى مارينا ومراسي عندهم كهرباء واحنا في القاهره لا؟ احتمال كبير يكونوا مولدات يعني. سانتريس اشمون، الكهرباء بتقطع كل 10 دقائق، نعمل ايه؟ ده محمد السيد، مفيش عداله في فصل الكهرباء عند المحل، ما بيفصلش خالص والبيت بيفضل. احمد عادل بيشتكي حرام كده انقطاع الكهرباء، ارحمونا من تكرار انقطاع الكهرباء. دي كلها رسائل جيالي وكل الرسائل بلا استثناء. ونادي يا جماعه، انا من سكان الدقي بجانب نادي الصيد، النور بيقطع 5 مرات في اليوم لكن عمره ما قطع عن نادي الصيد. يعني عندي كم هائل من الرسائل، انا بعتذر عن عدم القدره على قرايتها بالكامل لان الفقره دي قربت تخلص، لكن في الاخر الكل بيشتكي، الكل بيشتكي من استمرار انقطاع الكهرباء. بنراجع تاني وبنقول بنطالب السيد رئيس الوزراء يطلع يعمل مؤتمر صحفي بكره على طول او النهارده بالليل او دلوقتي، ويقول للناس ايه المشكله، المشكله بس ايه بكل تفاصيلها. انصاف الحقائق بتضر، قول لنا الحقيقه كامله، احنا وضعنا في الكهرباء ايه، الازمه فين بالتفصيل، وايه روشته الحل، دوركم ايه كدوله تعملوا، وانا دوري ايه كمواطن، وهسمع الكلام وهنفذ. بس تقول لي ان كل شهر مثلا الكهرباء بدل ما بتنقطع 7 ساعات هتبقى 6 وبعدين 5 وبعدين 4، ابدا احس ان الحكومه شغاله معايا وان الحكومه بتقبل صوت الناس ومشاكلهم وبتسعى لحلها. هنخرج من هم الكهرباء وهم الناس، ورايح ايضا لاحد هموم الناس الرئيسيه على باب المسؤول. خدت الكاميرا وخدت فريق الاعداد ورحنا على باب ابواب محافظه القاهره وقلنا نسمع شكاوى الناس ايه، ورايحين يقابلوا المسؤول بيشتكوا له ايه، وهل ابواب المسؤول مفتوحه امام المواطنين ولا لا. والمسؤول بالمناسبه مش شرط يبقى المحافظ بس، نائب المحافظ، مدير مكتب المحافظ، الناس كبار المسؤولين داخل ديوان المحافظ بيسمعوا الناس ولا لا. وهرجع بعد هذا التحقيق القصير افتح معاكم تليفونات وهسألكم سؤال مهم، لو عندك مشكله هل بتلجأ للمسؤول لحلها؟ وهل جربت مره تروح لمسؤول وقابلك؟ انا عاوز اسمع صوت حضراتكم النهارده، الحلقه كلها بتاعتكم. و كلموني من اي تليفون محمول على 137، من اي تليفون ارض على 0900 9900، ابعتوا رسائلكم على 9 11 72. بعد ما تشوف التحقيق القصير ده هسألك على الهوى السؤال، جربت تروح لمسؤول تعرض عليه مشكلتك وقابلك وحلها لك ولا فياسكو؟